جمعات المراه الغلبه غلبه هذه 16 فيلم صار لي 16 يوم كل يوم فيلم بعمل. ما شاء الله عن باتو نحن في دار ابو عادل في بيت حنينه. ونسيت السيارة انك بتسوق؟ هذا قبل ما اروح انا. قبل ما تروحي. يا سلام بكيت صحتك ما شاء الله. اكيد بعدين يا حرام. انا عرفت ابو عادل وعادل وين هلا هنا؟ هذا قصته. بشخة؟ ايه اذا بدي اشوفه. اهلين اهلين ابو عادل. هذا تعرفت عليه في فنزويلا. دهورت في السيارة وصار لك هو يلكت في البندورات في السيارة مكبين. رحت عزمته بيشتغل عند صبح الصباح ناطور. صار يعيط. صار يعيط خلي ابو شوكات اللي بكيت تعرفه. حك عليه ولا تجابوه يا وصار يبعث. رحمة الله عليك يا ابو يوسف. تحية في دار أبو عادل وهذه أم أم عادل. بدش داش. لا حرام. أنا ما تعرفت ما عرفتش أبو عادل. شايف عاد الصحة وما شاء الله. يجينا خمس فتية ويجينا خمس عمبارة ويجينا يا عمي بابك تشوف الصحة ما شاء الله عليك. أي سنة رحت على نزلة؟ في 69 يمكن في 69 يعني طلعنا احنا في 68 في نص. بكناش يوم بكينا هناك ما تدري كاتش شيء. اي نو بكناش. ما كل ود ماخذين احنا بنجي لا ما بكيتش يوم. سنتين 67